نرجع تاني بقى ونتكلم شويه على الفنيات وعن طريقه النادي الاهلي. طريقه النادي الاهلي فنان اختلفت بدايه موسيماني عن دلوقتي، وايه الاختلاف؟ اكيد اختلفت طبعا، لان راجل بدا يحفظ مفاتيح لعب النادي الاهلي، حصل نوع من انواع التنوع في شكل وطريقه الاداء بالنسبه للنادي الاهلي. والدليل على كده يمكن النادي الاهلي اتعامل مع مباراه الترجي بشكل مختلف. يعني طبعا اصابه قفشه خلته يلعب بثلاثي في نص الملعب، لان كان مهم ان هو يحافظ على ان ما يجيش فيه اهداف، ان هو بيلعب خارج ملعبه على الاقل يخرج باقل الخسائر، بل بالعكس هو قدر ان هو يكسب ويفوز. وبعد كده لما جرب الطريقه بتاعه الثلاثه دي، انا اعتقد ان الثلاثه ادوها بشكل كويس، لان زي ما قلت لك في ميزه في لعيبه النادي الاهلي، او في ميزه في ديفندرات النادي الاهلي اللي موجودين، حتى بما فيهم اكرم توفيق اللي راح لعب ناحيه اليمين. هو الاهلي ممكن يلعب ثلاثه في الدوري؟ لا، في الدوري اعتقد صعب شويه، انما كل مباراه ليها متطلباتها، وده على فكره نوع من انواع النجاح ونوع من انواع الذكاء بالنسبه للموسيماني، لان كل مباراه ليها طريقتها المختلفه وليها نوعيات اللعيبه المختلفه، وعلى حسب كمان، لان هو لما افتقد لقفشه اشتغل بشكل مختلف بس ما قضاش بشكل الفريق. يعني لما تيجي تبص ليه بقى الثلاثه اللي موجودين، عشان كده انا بقول لك ان الثلاثه اللي موجودين في النادي الاهلي بما فيهم اكرم توفيق كمان عندهم مميزات مش عند لعيبه كتير موجودين كلعيبه نص ملعب، لان انا دايما الديفندر بالنسبه لي مش اللعيب اللي هو بيدافع فقط لا غير، الكلاسيكي اللي هو لعيب رقم سته، لا، اللعيب اللي هو المسمار بالظبط. فاليو ديانج بيقوم بالدور ده بشكل جيد، عمرو السوليه بيقوم بالدور ده بشكل جيد. ممكن ما يكونش عندهم التكمله اللي هي داخل ال 18، يمكن الوحيد اللي ممكن يعملها حمدي فتحي. ولما تيجي تبص على معدل اعمار حمدي فتحي واليو ديانج هتلاقي ان هم يقدروا ان هم يقوموا. يعني في الاخر كابتن الاهلي بيلعب كام؟ لا، ما هو المباراه يعني الرصه دي كده الاهلي بيلعب كام؟ الاهلي لعب في المباراتين بتاعت الاخرتين الترجي لعب 4-3-2-1، لعب 4 مدافعين و3 في نص الملعب. 4-1-2 ماشي. حمدي فتحي بيقوم بدور الليبرو تحت الاثنين الديفندرات، وفي وقت من الاوقات لما بيطلب منه ان هو يساعد بالظبط الليبرو المتقدم. خلي بالك يمكن احنا خدنا فتره طول ايام منتخب مصر في 2006 و2008 و2010 كان معانا هاني سعيد، ووقت من الاوقات ابراهيم سعيد كان بيلعب اللي هو الليبرو المتقدم ده، فهو حمدي اداها بشكل كويس. حتى في وقت من الاوقات كنت ممكن تلاقي حمدي بيكمل في تلت الملعب بتاع الخصم، ما عندوش مشكله خالص لانه عنده القدره البدنيه انه يقدر يروح ويقدر يرجع. نفس الحكايه بالنسبه لاليو ديانج، نفس الحكايه بالنسبه لعمرو السوليه. فانا اقصد ان موسيماني قدر يكيف طريقه وشكل اللعب بما لا تختلف مع شكل واداء النادي الاهلي. الحاجه الثانيه بقى المهمه، لما قفشه تواجد في المباراه دي، لسه هسال. طب يبقى لا كنت هسالك قبل ما اروح لشام، كنت هسالك في الـ في الـ في, في 3-2-1 قفشه اشتغل ازاي؟ هو اشتغل باثنين عندهم سرعات قدام، محمد شريف كفرود صريح، وطاهر محمد طاهر بيشتغل طبعا ناحيه اليمين، وقفشه بيشتغل حر خلاص لان في تحتيه ثلاثه مأمنينه، فبالتالي قفشه يقدر يتحرك يستلم من اليمين، يقدر يتحرك يستلم من الشمال، هو لعيب حر سايبه في الملعب بيشتغل بالشكل اللي هو عايزه، لان هو كان محتاج موسيماني، وده من ذكاء موسيماني ان هو محتاج يعني ما لعبش بالطريقه المعتاده، كان ممكن يلعب ب 4-2-3-1، ولكن لا هو لعب بالستاره الاول يامن المباراه ويشوف الشكل بتاع الطريق ماشي ازاي. وبعد كده ليه لعب بقفشه على حساب صلاح محسن؟ لان هو محتاج لعيب هو اللي يصنع له الفارق، محتاج لعيب هو اللي يصنع له ويشتغل بطريقه لعب مختلفه، محتاج لعيب هو اللي يوصل الناس اللي قدام. فبالتالي اشتغل قفشه وتحتيه ثلاثه بيأمنوه بشكل جيد، فخلاص هو ما بقاش طالب من قفشه ان ممكن يقوم بدور مثلا ان هو ينزل، ان هو يقوم بدور دفاعي، بقى سايبه بيشتغل بروحيه كامله. عشان كده كنا ممكن نشوف قفشه شويه ناحيه اليمين، نشوف قفشه شويه ناحيه الشمال، نشوف عنده التكمله الهجوميه، نشوف بينزل لتحت بيستلم، فما كانش عنده ادنى مشكله خالص. وبدا يعتمد على سرعات محمد شريف وطاهر محمد طاهر، مع طبعا استحواذ اللعيبه اللي موجودين في نص الملعب، فظهر النادي الاهلي بشكل ده. ولكن خليني اقول لك جزء مهم قبل ما تروح لشام، ان المباراه اتسهلت على النادي الاهلي بعد الطرد خلاص. هنا بقى ما بقاش فيه يعني المباراه بقت خلاص سهله بالنسبه للنادي الاهلي. طيب لو